أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا ربكم ورب آبائكم الأولين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الإخوة الأفاضل، إن شاء الله عز وجل رغد ونسولغ خو الفضل من رمضان الفضل عشرة نون سنة تقول لي رمضان 21 أر 30 خلو تسلم. أيها الإخوة الكرام، إذا نتظلى أكيد دواس 24 ساعة نتظلى خمسة صلوات، أي نيت كان 150 نتظلى تكويو أرختك 1800 نتظلى تكسكواز. وليني أيها الإخوة الكرام، رمضان يوقت نتظليتي يان الفرض زون ظلت 70 الفرض، وهو ما يعادل في اليوم والليلة 350 الفرض. هي كربي 70 في الصباح، 70 في الظهر، 70 في العصر، 70 في تنوتشي، 70 في تنيس، أرتكا 350 زون ظلت 350 الفرض كان واسم تات خمسة. هي كربي ولا يني الفضل رمضان ربي يسلم الدسيلة. شهر رمضان ديدي سكة سيدي ربي تبارك وتعالى ما يعادل 10150 ظليت. إيه يا شهر رمضان 29 يوم، ولا إني إيه يكمل 30 ليه يا كربي لاجر من 10500 ظليت زون ظليت الشهر 10500 ظليت. إيوا شوفت أيها الإخوة الكرام الفضل من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يسوي يخلق في الفضل من رمضان، يقول في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما هي المعنى للحديث إيمانا واحتسابا؟ أن العلماء وأن يظن من رمضان يسين بأن إتسيدي ربي أتدغسي فرضا أياما أي صحوك القلب النس يتربي أتغسي فرضا رمضان يصحوك القلب النس أياما بأن القيام من رمضان تراوي تنتظل تراوي حتى نتظلى إسيانة مشروع إسيانة السنة. يامن لمن يصحان بأن ليلة القدر إسيان الحق، واحتسابا أي محتسبا الأجر والثواب والجزاء من الله وحده. لقد نقول له إصحى الحويجي يسين
بان سيدي ربي سبحانه عز وجل اي لا داس يخلص ثواب رمضان لو ان القيام ولو ان ليله القدر نسيت توفر سيدي ربي تبارك وتعالى ما تقدم من ذنبي كل ان يسكن الذنوب داس توفر سيدي ربي تبارك وتعالى. وشفت ايها الاخوه الكرام ثم ننسيو الخفل الفضل العشر الاواخر هي رمضان ما يسير النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ الاهل وشد المئزار. يقتلنا كش من عشرة تقولني في رمضان ما يسير النبي صلى الله عليه وسلم ديت تحيو كله كيضي يذكيت كله كله تني ذكيت اريس نشال القوم نستوت مين كل ما يغينا يبد كل ما يغينا يظل ذاتي سنشاب النبي صلى الله عليه وسلم يظل شردنا فون نسن كما في الصحيحين من حديث عائشة الخير تقل لا إذا بوخاري ومسلم نأخذ من عائشة تمطط النبي صلى الله عليه وسلم ذات تحيو الليل كيف ظليت ذات الذكر الاستغفار طريق القرآن الكريم ماخ لماذا؟ لعله يلتمس ليلة القدر فإنه صلى الله عليه وسلم قال التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. أشكو إن النبي صلى الله عليه وسلم إني جاءت ليلة القدر هي عشرة يقولون رمضان والنير ليلة القدر إخصاء أي نخر أي حيو إذكرنا كله ماشي أن كان رسن 27 نخر ندوس الجامعة نتهم من أننا أنجمع ليلة القدر ما يمكنش أيها الأخ الكريم إخصاء سنيني السنيني يعني كساني شكون ديك النبي انيات الكوساني اخصات ديك سنين يا ولدكوني انشر ديال فوننا قال شي المثل مثلا يا الاستاذ اذا ادرز لي الامتحان يفشى 10 المواد اللي حفظت انت مزيان ولكن كوني نبخل نحفظ غير خمسه نحفظ خمسه بنين نوجد انت ولكن لو قلت لي تبدا طريق الاسئله هي غديك خمسه اللي ورنوري خمسة اللي غور نحفظ قنجح أتورنا ننجح قنخسر هاتي مشي ناو دلية القادر هات سنين يخلوك والسنة عشر أيام الله يكون في العوان مثل دات حال دات تكال لخدم دات حال ولكن يخسر نفهم ميان لقيام أتاو دي من أبني الظلات يطس تترويحات إي يسترحمك إي ديني كيرجي الجوج يسكر صلاة التهجد هات الحمد لله قيجمع ليلة القادر أشكو إن ربي سلام لي حتى مطلع الفجر ليلة القدر أتليت إلى المغرب أر الفجر ما ينطم الكبرى ويتاي كان لكم نهائيا داي كان سيما يتشاي من سي أر الفجر والناطو إلى الديس يجمع ولكن هاتو ردات تكري زواد داي تشان رمضان لوق نيفا وردات تكري زواد داغ وري الظلين وكل ثاني ألوق نفا أنت كري أصلا وريدي اللي ما يسير أشكو ماذا غي كان ضمن قيمة أريد غير بربوس بكاس لكن الحمد لله أحيا يا ربي تلا الفرصة لأنت الحسنات عتان أن استغل أيها الإخوة الكرام أو دي يموت بلد من بعدها يموت كان الخير صغر سيدي ربي سبحانه عز وجل. ثانيا يلي متى اليضنين يعني بلد إن عتاج عشرة البيوت إن هيتي البيوتي التعمر المال يشتي سورة إن هي وستي وياسنت أرتنيك تستفيد أتقد أتبلغ المجهودات مني أتندخل لو تكت ورتني تتني تخصاد الزمايات يحتنون في الدخطة أولينا قد تدخل لو تكت باش أتنتف باش أتنتفت الأموالنا وهاتي مشينا تجاود ليلة القدر يخصى أدخل لو نحيو عشر الأواخر بإذن الله عز وجل. ستكر سيدي ربي سبحانه وعز وجل القرآن الكريم نحاول ما أمكان أن نقول سلبوخل نتفص ربي ندعو ربي سبحانه وعز وجل باش أدغن السبعد المرضي ندعو ربي عز وجل أدغن في يوتيوب استرغفنا استرغف تاروان استرغف المسلمين أجمعين إراد العز المجد الإسلام هاتوا لإني أين بنادم آلقنا إزر رمضان ودا يربي دوينا يخدم لله دورة يعملنا أدا يربي المجتهدين المؤمنين أين وربي قلوبنا يرحم ربي الوالديننا يغفر ربي ذنوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.